تتعرضي للسرقة وللضرب. لغوصتين والاغتصاب. دي حاجة متضحكش. لعلمك بقى دول ناس عشريين جدا يا سلام وطيبين جدا جدا جدا. انا ناوية اعمل حلقة ما حصلتش عن سلمى حايك المصرية. نص نهارها عايشة في وسط جرلان وإيف سان لوران وديور، والنص التاني ما بين مخلفات وزبالة وروايح وحشرات وحاجات بايخة. انت عاوزة تعملي لنا فيت اجتماعية؟ تحريض الطاقات على بعضها. انت عاوزة تودي لها في داهية؟ مش انت اللي مش عايزني اتكلم في السياسة؟ طب اللي انت بتقوليه ده كله سياسة؟ تقدمي في حاجة دي حكومة لا تلام عليها. اجتماعيات شوية اجتماعيات كده. الاعلانات هتزيد ونسبه المشاهده كمان هتزيد بس مع شويه تجديد. صح والله العظيم صح. هبه بتتكلم صح. بقول لكم ايه، موضوع الجواز والعنوسه وقهر المراه ده موضوع ملغم سياسه. كل دول اتعمل. احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا، هنسوق الهبل على الشيطان. قهر المراه؟ طب والله موضوع كويس ومش بطال. شوفي دلوقتي اقتنعتي يا ناس؟ والموضوع بقى حريه ولا المساله زفت كلام؟ بص يا تامر، انا عايز اقول لك حاجه، طالما في قوه اكبر منك وبتلوي دراعك يبقى مفيش داعي انك تسيبها لغايه ما تكسر. هدا هو اللي انت شايفاه غلط بقى احنا هنعمله. اه ساكت انت، مش فاهم حاجه. مفيش هبه، على ذكر قهر المراه، في مقاله النهارده مهاجماكي بوم شديد شويه. زي ما جورنال بيكتب حاجات كويسه عنك، هو لازم برضو يكتب حاجات كده. هي دي الموضوعيه. كبري دماغك يا ستي. هبه هموت من الجوع. احنا ليه ما بنخلفش؟ انا شخصيا ما عنديش مانع. انت اللي متردده. ازاي هتطلعي على الشاشه وانت حامل؟ والبرنامج بتاعك هتعملي فيه ايه؟ شغل ايه وبرنامج ايه؟ انا عندي اهم 100 مره ان احنا نعمل عيلة. انت ايه رايك؟ بلاش استعجال. وجود طفل محتاج مجهود كبير مني ومنك، وبعدين غيابك عن الشاشة مش جاهز يأثر على شعبك. ساعات بسأل نفسي احنا بنعمل ايه بالجواز؟ عايشين في بيتي جنة، كأنه سويت في اوتيل 27 نجم. ايه؟ مش حابة البيت ولا ايه؟ حباه، طبعا حباه. انت في شغلك طول النهار وانا كمان زيك، نادر لما بناكل مع بعض في البيت. الحاجة الوحيدة اللي بتجمعنا السرير. الكلام اللي ملوش معنى ده هبة. بالذمة ده كلام ملوش معنى؟ ايه في ايه؟ ده حمدي منصور، انت مش عارفاه ولا ايه؟ عارفاه ولا مش عارفاه، احنا مالنا بيه؟ لازم اسلم عليه، ما يصحش. اذا كان هو ما سلمش عليك يا كريم. ما شافنيش يا هبه، انت عارفه الراجل مركزه، عيب قوي لو ما سلمتش عليه. نص دقيقه وهرجع لك على طول. اهلا حمدي باشا. اهلا بالصحفي الهمام، انت فين يا استاذ؟ خليك مستريح يا فندم، انا تحت النظر. اعرفك سعادتي يبقى سعاده السفير احمد مراد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا كريم، اهلا. جو باك، جو باك. انا عايز اعرف انتوا ليه متجبئين سعيد مبروك عندكم في الجريده؟ والله ابدا يا باشا، بس عشان يبقى في مصداقيه بس.
الشرقيه انك انت انا مش مريم بس احسن صح حمدي باشا انا عاوز سيادتك تدعمني ايه بفضل كده حضرتك عارف ان في حركه تغيير في المؤسسات الصيفيه وانا مرشح قصدي يعني احد المرشحين لمصر الناس الحكيمه انت رئيس الحكيمه حد غيرك في الدماغ بتاعك الراجل واصل وكلمته مسموعه ومقرب من رئيس الحزب ورئيس الجمهوريه اه صح ما عنده جناحات بيطير بيهم يا كريم بس ده مش معناه انك تجي على لوحدي على الترابيزه والناس ما بتتفرج عليا انا مش فرقه يا اخي بس مش ضروري يعني يا هبه كل ما تشوفيني بجامل حد مهم تحسسيني ان انا صرصار